هوية بريس نحو إعلام هادف. فنقط اللي أنا بغيت نتكلم عليهم واللي ما كنتكلموش عليهم نهائيا، أنا ما غنقولهم لكم دابا، تقولوا لي والله صح في النقاش كله مثلا مش كيهضروا عليهم، في حين أنهم نقاط أساسية، هي نقاط قانونية ولكن أنا بغيتها تتحول إلى مؤسسة. النقطة الأولى شنو هي؟ هي الصلح قبل الطلاق. الصلح قبل الطلاق واش عرفتوا شحال هادي؟ شحال كان واحد كيتصالح مع مرته وهو باغي يطلق، والله لا بنتي عندي هاد الليلة، جمع حوايجك صافي، حتى أنا والله لا بنتي عندك، والله نمشي وما تعرفين حتى فين نمشي، عرفتوا ديك الجملة ديال نهز جلابتي نمشي والله لا عرفت فين نمشي. مابقاش قال دابا. كلشي كيتدخل، الناس الكبار اللي في السن في العائلة، الجيران كيتدخلوا، القيس الجامع كيتدخل، الأستاذ اللي كيقري ولا يقرى داك الزوج ولا قرى داك الزوجة كيتدخل، العائلة ديالها كتدخل، الجد كيتدخل، الجدة كتدخل، كلشي كيتدخل باش نصلحوا. اليوم التدخلات اللي كاينة ديالها جات الصلح. بالله عليكم إلا لقيتوا اللي كيتدخلوا أكثر من 10% اللي كيقلبوا على الصلح، نقول لكم 90% اللي كيدخلوا والله الا ما وريناه، والله كنوريه شنو هو الزواج كيفاش كيطيح عليه الزواج، صحابو يقبض وتحلى على بنت الناس، وهي عاوتاني نفس الشيء هو حتى هي، والله تندموها ودسروا هاد العيالات وهاد الشيء ديال اتفاقيه الدوله داروا لهم وفعلوا لهم، ورجعوا كنديروا الحفلات في الطلاق ورجعنا كنديروا هاد الشيء. هذا واش هذا هو المجتمع ديالنا؟ إذن الصلح ملي كنرجع للصلح كنلقى شوف اللي هو باش قلت لكم راها نقطة قانونية وخصها تصبح مؤسسة عند حضور الطرفين عند الفصل 82 أو المادة 82 من مدونة الأسرة، عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة، مشورة يعني مشدودة سرية، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة. شوفوا بعدا للمحكمة، كتعرف شنو هي للمحكمة؟ ليس الوجوب، للمحكمة ليس الوجوب بل هي اختياري، إذا ارتأت المحكمة أن هناك مصلحة فيه ستقوم به، إن لم ترى هناك مصلحة وغالبا احنا كنراعيو القاضي ولا القاضيه كتراعي، لكن الكم ديال الملفات اللي عندها اللي خصها تحكم لك تدخل مع 9 ونص وخصها تسالي مع 3 كيكون عندها 200 ملف، كي غادي دير الدرج 200 ملف ورئيس المحكمه واقف عليها عند راسها تيقول لها شحال حكمتي؟ شحال تسجلات عندك هذا النهار؟ شحال ملف جديد تفتح؟ وشحال قفلت الملف؟ الله يخليك راه الوزاره تطلب مني خصنا هذا الشيء بزاف خصنا التسريع لان الكم اللي عندنا إذن ما بقيناش في الجودة، إذن هي كتراعي هذيك القضية ولا ذاك القاضي وتتحاول للمحكمة أن تقوم كدير واحد تقوم به بواحد الطريقة محتشمة جدا، تلقوا حقا درت صلح بما في ذلك انتداب حكمين أو مجلس عائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال زعما إن لم يكن هناك أطفال هذه المسألة ما تحققش، لكن إذا كان هناك أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما. إذن المفروض المسطرة إذا فيها الدراري عندك على الأقل شهرين مضمونة في المسطرة إذا كان الدراري، هذا غير الصلح. فإذا بالمحكمة كتحكم الملف كله شهرين بالولاد بالنفقة بتحديد المتعة بالسكن بكل شيء بالمحاولة ديال الصلح كوكوت مينوت تططط دوز. إذن ودابا المشكل هو أنني كنجيو نحتو عندك الزوج ولا الزوجة ما كنلقاوش سبب يستحق الطلاق، غتمشي عند المرأة تقول لها جي علاش بغيتي تتوكل؟ أنا ما كنهضرش معاكم بالشفوي السماوي الله يداوي، كنتكلم معاكم بالواقع، كنتكلم معاكم بواقع ولكن عندي نماذج
ثقيله نظرا للمهنه اللي كنشتغلها كمستشار قانوني، ثم للبرامج اللي كندير في الاذاعه. يعني الاذاعه عندي 14 سنه وانا كندير برنامج، 14 سنه وانا يوميا على الساعه ديال الجوج راني في المباشر 14 سنه، وكتوصل بمكالمات هاتفيه فيها اسئله ومواضيع ديال المواطنين، فكنسمع من طنجه حتى للقويره المشاكل ديال الناس. فملي كنكون كنتكلم راني كنتكلم معكم بالواقع اشنو اللي كيوصلني. علاش بغات تطلقي؟ ما تحترمنيش. اش كيدير لك؟ ما تحترمنيش يا ودي. قولي لي شنو؟ ما عرفتش. المهم ما تحترمنيش. الشريف علاش بغيتي تطلق؟ اش هو؟ انا عييت. عييتي؟ اما شنو هو المشكل؟ الخدمه؟ لا، انا كنهضر على مرتك. اعطي الدراري مسؤول. يا ودي قول لي مرتك علاش بغيتي تطلقها؟ تلقاها كيتخبطوا في مشاكل كلها ديالاش غير ديال الزمان، اما هي ما دارت له ما هو دار لها، ولكن بجوج ضحيه ديال الضغط. حيت هي خارجه من الصباح، هي كتفيق قبل منه، هي كتفيق مع 5 الصباح، وكطيب لاولادها باش دير لهم ماكله نقيه، وكطيب له حتى هو باش حيت يرجع في 12 يلقى ما يجغدد، وتخرج وتخدم وتجيب العشيه وتكلف بالتمارين ديال الدراري وتكلف بالخدمه ديال المطبخ وتكلف بكل شيء، وهو راه تا هو في الدار يمكن يعاوش شويه يمكن ما يعاوش. اذا مع الوقت وكتلقى راسها ما موفره فلوس، خدامه ما وفرش فلوس لراسها، ما مبرعه، ما هو عاوتاني تا هو مبرع، ما داك الدراري مبرعين، كي تعياو. فمجرد ما كيوصل تشنج بيناتهم كتقول الله يرحم باك هذا فراق بيني وبينك، الله يهنيك. ما كاينش سبب، ما كاينش سبب حقيقي. وداك الدراري اش غادي نديرو فيهم؟ لا حق انا ما غاديش نمنعهم على باهم، لا حق انا امهم راه معاهم وما نبقاش نشوفهم نهايه الاسبوع، لا، راه كاين ضرر. ياسكو نابي لي دوماج كولاتيرو، واخا يكونوا هاد الولاد كيما بغاو يكونوا، واخا يكونوا هاد الاب والام كيما بغاو يكون الطلاق ديالهم، راه كاين. لكن انا تنقول اذا كاين سبب ديال الطلاق نطلقوا، لكن الا ما كاينش هنا مؤسسة الصلح كتقوم بالدور ديالها. ومؤسسة الصلح ما خصش يكون عليها ضغط ديال الملفات والكثرة، خصني نجلس مع المرأة ونجلس مع الراجل. وعندي مؤسسة واحدة أخرى مرتبطة بهذه المؤسسة الأولى اللي كنقترح، هي مؤسسة المساعدة الاجتماعية اللي كنشيروا لها في مدونة الأسرة، لكن لا وجود لها في الواقع. المساعدة الاجتماعية راه غتجي تبحث وغادي تشوف الظروف البيئة فين كيعيش هذاك الزوج، وفين تتعيش الزوجة، وفين كيعيشوا الدراري، وكدير بحث وكدير تقرير، وكنصح في كل هاجس ديالنا هي المحافظه على الاسره. اذا كندير التقرير ديالي وتنقول ها السبب فين كاين، وتنحاولوا نعالجوا المشكل وكنخليو داك الشمل مجموع، وفعلا كتحسن الامور من بعد. اذا مؤسسه محاوله الصلح، مؤسسه المساعده الاجتماعيه، ومؤسسه ثالثه حيت شحال دخلت 5 دقائق. هويه برنس نحو اعلام هادف.